طيب معلش حقك عليا وسامح، معلش معلش معلش. يعني هل اسم محمد بن رمضان تردد مرة أخرى؟ لا، ما أنا معايا محمد رمضان أهو على التليفون. محمد رمضان ولا محمد بن رمضان؟ لا، ما يعني الاثنين قريبين يعني. لا لا، ما اطرحش خالص. لم يطرح اسم محمد بن رمضان من لا جديد، لكنه لا، بتؤكد لجماهير النادي الاهلي انه قد تكون هناك صفقه او صفقتين قبل يوم 25 ان اكتوبر شاء الله ان ان شاء شاء الله. الله باذن الله. كيف كان اللقاء مع مارسيل كولر، خصوصا ان البعض قال لك كولر غاضب وكولر مش عارف ايه، ده كولر مش جاي عشان تم تعيين محمد رمضان مدير الرياضيه ومدير للكره في النادي. هو اول ما اتخذ القرار اللي حصل ان الكابتن بلغه بالقرار قبل ما يبقى موجود على السوشيال ميديا او المركز الاعلامي في النادي الاهلي طلعه، كويس فده فيه تقدير واحترام لكولر. كويس. ثانيا، لما جه الكابتن الخطيب بيقدمني على المنصب بتاعي، هو كان كولر بيرجع للكابتن في حاجات كتيره جدا، والمرحله بقت مرهقه على صحه الكابتن، فهو قال له ده بيمثل لي في 1 2 3، حلو قوي. فبقى الامر واضح وصريح بالنسبه لي. يعني انا مش جاي اتدخل في شغله، يعني هو ليه مسؤول عن الناحيه الفنيه بالكامل، نعم، الناحيه الاداريه مسؤوليتي انا بالكامل، نعم، مع الاتفاق بينه وبين بعض لمصلحة النادي في الناحية الاستراتيجية المرحلة اللي جاية. حسيت يعني كولر ده شكله الراعي. عامل ازاي يا كابتن؟ نعم؟ حسيت كولر عامل ازاي؟ والله أنا ما ركزتش أوي في إحساسه، لأن هو هيتعامل مع واحد جديد، يعني نعم هو عارف الكابتن الخطيب. فده بيقول له ده بديل ليا في 1 2 3. نعم. طب هيبقى زي الكابتن الخطيب، هيبقى أحسن، هيبقى أوحش، ما هو الأيام هي اللي هتبين. نعم. وانا ما انشغلتش انطباعي يكون ايه، لاني انا مقتنع يعني ان المعامله والمواقف هي اللي بتبين الشخص وبتقيمه.